عشان اقول لك تعالى تعالى بس تعالى يا ابني تعالى هنا تعالى بس عايز اصورك يا محمد تعالى سيبه عايز يصورني هو عايز يصورني خلاص ابن يا ست اسمك ايه اسمك ايه اسمك ايه محمد انت بتعيط ليه يا محمد اول رمضان ضربونا مين ضربونا اول رمضان ضربونا ضربونا ليه هو ده الشباب ليه هو ده الرجال وده سونا يوم 25 ضربونا برضه استاذ يقين معاك احسن شوكه رصد في مصر شوكه يقين الاخباريه اللي خلي بالك احسن شوكه في مصر هي اللي نقلت صوت الثوره في مصر عليك السلام ازيك يا صوت طيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين انا جاي برضه عشان اعبر عن المحاكمات اللي بتتعمل والمسرحيات ديت دي مسرحيه وجايبين لنا مبارك ايه عشان ايه الناس تسحب عليه وسرير وترول وشايف حركات ومنعوني انا اخو شهيد منعوني ان انا اخش انا والمحامي بتاعنا واتضربنا وزير العدل فاشل والنائب العام فاشل فاشل ماشي وكل اللي بيحصل ده وتحكوا علينا 30,000 جنيه انا رفضتهم وعنده انا بقول لك يا عصام يا شرف 30,000 جنيه انا ما استلمتهمش والمعاش بتاعي اخويا انا ما استلمتوش بل واشرب ميته يا عصام يا شرف يا طنطاوي روح بل المعاش واشرب ميته بل المعاش واشرب ميته احنا عايزين قصاص عادل عايزين قصاص عادل يا طنطاوي اتقي الله ها لسه بتلف وتدور انت والنائب العام وتطلع علينا ناس يقول لك حرام راجل كبير ومسن اتقي الله العدل بيقول القصاص القصاص اثر الشباب تخش المحكمه ليه جايب لي شويه منافقين جايب لنا شويه محاميين يجيبوا لاثر الشهادات اعدام ايه التخلف اللي احنا فيه ده هو عايز يقسم مصر عايز يقسمها وانا بقول هنا في اول جمعه نزلتها انا نازل لجمعه مدنيه مش لسه البلد هتولع لما نتيجه المحاكمات تخلص لان عارف ان هي هتولع لان المحاكمات هتطلع ضلاليه وفاشله ومسرحيه وشكرا لشبكه يقين.